صراحة هون لما حكى لي رامي على أساس إنه شو نختار موضوع عن الجرياتريك فكرت كتير في المواضيع نحكي عن الديمنشا أو عن الديليريوم أو عن الفولز، بس رأيت إنه لا شوي أحكي إنترودكشن اللي نعرف العالم، لأنه كتير بتواجه إنه في يعني ميس أندرستاندينج من البروفيشنالز ومن الناس العاديين شو هو الجرياتريك. قبل أكم من يوم كنت أنا في عيادة وأجا مريض بيقول لي دكتور العيلة، قلت له لا أنا أخصائي المسنين، طلع فيه صار يضحك بيقول لي لا عن جد أخصائي بإيش، قلت له والله أخصائي المسنين، قال لا لا شو أنت أخصائي في إيش، قلت له حياة الله يعني أحلف على القرآن إنه أنا أخصائي مسنين. المهم نادوا عليه على العيادة الطبيب العائلة وهو رايح قال لي راح أضلني وراك لأعرف أنت بإيش أخصائي. نعم نعم أوكي. الهدف طبعا من محاضرتنا بشكل عام نحكي عن شو هو الجرياتريك ميديسين من ناحية تعريف الهيستوري، شوية أرقام هيك استاتيستيك. طبعا هو فرع من أفرع الانترنال ميديسين، بس بإيش بميزه عن الانترنال ميديسين، شو البنفيت من الجرياتريك ميديسين أو الكومبريهنسيف جرياتريك أسيسمنت، وشو إحنا بنأمل لقدام أو شو في عنا خطط مستقبلية. الجرياتريك هو طبعا برانش اوف انترنال ميديسين اللي بيهتم في كبار السن من ناحيه بريفنشن للامراض انها تصير، واذا صارت انه نعالجها بالطريقه المناسبه مع هذه الفئه العمريه اللي لها عنايه خاصه او ارقام خاصه. مين هم الجرياتريك؟ اي عمر؟ هو عمر فوق ال 65 سنه بنعتبره جرياتريك. ال WHO بيقولوا انه فوق ال 60. في عنا مصطلح من ال 65 لل 75 اللي هم early elderly أو فوق ال 75 late elderly. مصطلح الجيرونتولوجي هو برانش اللي له علاقة في دراسة social aspect of aging وطبعا its related policies. من ناحية history نحكي عن الهيستوري، طبعا الأب الروحي أو أول من فكر في أنه يهتم في هذا الموضوع هو العالم ليو ناشر، إيغناتس ليو ناشر. هو طبعا مولود في 11 أكتوبر من سنة 1863، طبعا انولد بفيينا وراح بعديها لأمريكا نيويورك، درس صيدلة وبعديها تخصص طب وبلش يكتب عن الجرياتريك. في له كتير مقالات في هذاك الوقت وسوى بلش تأليف الكتب من 1914 في الجرياتريك، وأنا لليوم بال 2020 واحد بقال له أخصائي جرياتريك بصير يضحك طبعا. نعم بالثمانينات بالاثنين وثمانين بلش أول برنامج بلش أول برنامج تخصصي في أمريكا كريزيدنسي بروجرام. طبعاً التسمية أجت زي كيف نحكي بيدياتريك، إياتريكوس هو فيزيشن، بيدي هم الأطفال، نفس الإشي جيرونيت أو جيري هم كبار السن، إياتريكوس هو الفيزيشن. هذا أحد الكتب لإله، انتبهوا على من 1919 بلش تأليف هذه الكتب. طبعا هون بدنا نشوف احنا اللايف اكسبكتنسي عالميا، خلينا نحكي اول شيء، عاده في النسوان بيعيشوا تقريبا اكثر شوي من 75 سنه، الرجال 70 سنه. دائما في كل الارقام احنا بنشوف انه دائما النسوان بيعيشوا اكثر من الزلام، الظاهر لانه بجلطوهم بدري فعشان هيك النسوان بيعيشوا اكثر. نعم. هلا اذا احنا بنطلع على الجراف هون بنشوف انه اللايف اكسبكتنسي قاعده بتزيد، يعني بطلع عليه لو بدي هيك اضلني ماشي يمكن نوصل 200 و300 سنه لقدام على هذا الاشي، ولكن انه نسبه الكبار السن كنسبه في المجتمع قاعده بتزيد. هلا جايين، هلا احنا اطلعوا هون
بالنسبة للأرقام هاي بنشوف مثلاً هونغ كونغ اللي هي أعلى نسبة عمرية في إسرائيل. هون شايفين إنه رقم 12 على العالم، القائمة طويلة. إحنا قديش، مين بخمن قديش نسبتنا على العالم؟ 93 ترتيبنا على العالم من الناحية العمرية. احنا هيوت مسنينا مناح وما لهم مش اشي، وفعلا قاعدين بتمرجحوا. احنا مجتمع فتي، يعني احنا صغار في العمر. نسبة المسنين عنا تقريبا 5-6% بالكتير، بس احنا السنوات الجاي هذه النسبة راح تزيد. فاذا احنا ما كنا مستعدين حتى نأمن لهم الرعاية الصحية المحترمة لإلهم ببروفيشناليتي عالية، معناته احنا هون قاعدين بنسوي إشي غلط لا أهالينا وإمبياتنا. طبعا برضو هون بنشوف حتى الإحصائيات بفلسطين ضمن 2022 برضو نسبة النسوان أعلى، يعني وين ما روح في أي دولة النسوان عايشين أكتر من الإزلام. شو الفرق بين successful versus unsuccessful aging؟ اللي إحنا الهدف من الموضوع إنه الأمراض ما تكون موجودة، إذا كانت موجودة تكون معالجة بطريقة لائمة، نحافظ على الفيزيكال اكتيفيتي بشكل كويس، على الكوجنيشن يكون في هاي ليفل اوف اندبندنت، يعني قد ما بنقدر يكونوا مستقلين، يكون في حياتهم او خلينا نقول الديث بيريد تكون قصيرة، ويكون الموت تاعهم موت مرتب أو متوقع. versus the unsuccessful aging إنه يكون الأمراض مش مشخصة أو مش معالجة كما يجب، يكون المريض معتمد بشكل أكبر على الآخرين، بده أكثر إنفاق وبده أكثر مساعدة وبده مؤسسات إلى آخره، وهذا طبعا رح يكون مكلف للعائلات، وبده يجيب حدا يساعده، وبده في ناس ممكن يدشروا شغلهم كمان عشان يعتنوا في أهليهم، وبكون فترة الموت خلينا نقول فترة طويلة وفترة معاناة أطول، وبكون الموت تاعهم موت مفاجئ أو غير متوقع أو بطريقة بشعة أكثر. طبعاً الثيوريز اوف ايجينج هي كلياتها ثيوريز، بدناش نطول عليها. في نظرية الأكسيديف دامج اللي هو بكون في أكوميليشن للأكسجين رياكتيف سبيشيز، والخلية بتقدرش تتخلص منها، فعشان هيك بيصير فيها دامج، بيصير في أن كنترول أو أبنورمال كنترول للسيل ميتوسيز، بيصير في ديكريز بال بروتيومز هوميوستاسيس، فبصير تجمعات بروتينية داخل الخلية، الوير اند تير زي يعني كيف انهار الاشي خلص، يعني من كثر استخدامه خلص. بعدين الايج اوف اند ايفولوشن، هذه كلها ممكن تكون بيولوجيكال، في اكيد كمان سايكولوجيكال، في انفايرومنتال وديفلوبمنتال ثيوريز. شو اللي بيخلي الكبار السن مختلفين أكثر؟ أول إشي هو التباين أو الهيتروجينيتي بين هذه الفئة العمرية، الهوميوستينوسيز، ما فيش خليني أقولها كإحتياطات فيسيولوجية، يعني ممكن واحد خلينا نقول شاب أو كبير مش كبير يصير عنده غاسترو انترايتس، ونفس الإشي يصير مع واحد مسن، بتلاقي المسن صار هايبوتنشن ويمكن يوقع ويمكن يصير في عنده إلكترولايت ديستربنسيز ماشي، ويمكن يسوي أكيوت كيدني إنجري، بس مقارنة مع الثاني ما بيصيرش فيه معاه ولا إشي. الكوموربيديتيز أكيد هذه الفئة العمرية في عندهم كتير أمراض، في بالتالي في كتير أدوية. الديزيز بريزنتيشن يعني لا يخفى عليكم كتير الام اي بتيجي بشكل مختلف تماما في الجيرياتريك بيشنت، يعني من الامراض الشائعه، وعشان هيك ممكن يصير في مس دياجنوسيس لكثير من الامراض. الفرق بين الاكيوت والكرونيك ديزيزز، يعني لما نحكي على سبيل المثال بدي اعالج ديابيتس في مريض جيرياتريك، قديش بدي أوصل الـ A1C؟ قديش بدي أكون أجريسيف في التريتمنت؟ أنا ممكن في بعض الأحيان أكتفي بسبعة ونص لثمانية على إنه أبلش أعطي المريض أدوية أقوى.
الجاينتس اوف جيرياتريكس احنا بنسميها او اكثر شيء الجيرياتريك سيندرومز اللي لها علاقه في الاموبيليتي ان ستابيليتي الانكونتيننس الامبيرد انتلكتشوال فانكشن السايت اوف الديرلي كير ديليريوم البولي فارماسي الفيجن الهيرينج والفريلتي. لازم نحكي عن الفريلتي هون طبعا. اذا احنا بنشوف بكون ادويه الادويه ممكن تكلف المريض يسقط وسقط المريض صار في فراكتشر صار على ويل تشير ممكن يبلش في عنده التهابات او عدم تحكم في البول الدايبيتس والكارديوفاسكولار هدول طبعا اللي بيؤدوا لاغلب الامراض بالاضافه للمشاكل السنترالي اللي زي الديليريوم وزي الديمنشيا. الفريلتي طبعا مهم الفريلتي معناتها هش يعني زي البسكوتة أي استرس زي المسبحة بفرط كتير شغلات. الفريلتي طبعا هي increase the adverse outcome after exposure to a stressful event وطبعا بيؤدي لفول بيؤدي لديليريوم بيؤدي لديسابيليتي إلى آخره. كيف ممكن نشخصها أو نعتبر هذا فريل عن واحد؟ لا طبعا ممكن إذا بكون في weight loss أكثر من 4-5 كيلو في السنة أو 5% من وزنه في السنة. إذا بكون inability أو exhaustion inability to walk لغاية 100 متر خلينا نقول بوصل بس خلص بكون بشق الأنفس يعني ما بمشي 100 متر براحته. أو إذا بكون في استهلاك قليل للكالوريز أقل من 383 كيلو كالوري في الأسبوع. أو low grip strength هذا الجهاز موجود سهل بضغط عليه بشوفوا قديش قوة الجريب تاعته. عادة في الفيميل 18.5 كيلو وفي المن 28.5 كيلو. أو إنه يكون في low gate speed في تيست بنسويه time up and go test وبنحدد السبيد كيف بمشي المريض. في عنا الفريلتي اندكس اللي هو هذا إندكس ممكن بشكل عام هيك نحدد لما نقول هذا فريل فريل إيش يعني فريل وكمان إشي لازم نضيف جنبه يعني ممكن نقول very fit ممكن نقول well managing well أو vulnerable أو mildly frail أو moderately أو severely أو very severely أو terminally ill. طبعا في شرح على كل واحد هذا بيقدر أي حدا ينزله من الجوجل. هلا الجرياتريك اسيسمنت لما واحد بده يبعث واحد لجرياتريك كلينيك او جرياتريك اسيسمنت شو الاشي اللي بيدور عليه او مين هم المرضى؟ اول شيء كل مريض فوق ال 65 لازم ينشاف سنويا في عياده الجرياتريك وهذا ريكومنديشن عالمي وهذا اشي مطبق حاليا في صناديق المرضى في القدس مزبوط مش على 65 على 70 سنه بس بيسويها زياره ويل بينج فيزيت حتى لو ما بيشكي من ولا اشي. وين ممكن نسوي الجرياتريك اسيسمنت؟ ممكن نسويها في كلينيك اللي هو الجرياتريك كلينيك او في بعض المرضى ممكن يكون في البيت او في الهوسبيتال. طبعا طاقم من دكاتره تمريض اوكيبيشنال ثيرابي وسوشيال ثيرابي وبنسوي هذه الاسيسمنت خلال وقت ممكن يوصل ساعه او ساعتين او زياره اكثر. ميديكال نحكي على كرونيك إلنسز بنشوف الأمراض بنشوف الأدوية البولي فارماسي إذا كان بياخد أكثر من 5 أدوية في البيرزي كرايتيريا للما بيعرفها هي الهارمفول ميديكيشن للإلدرلي سووها أب تو ديت في 2022 على النيوتريشن. هذه طبعا كلياتها أسماء سكيلز موجودة بغض النظر على النيوتريشن في السناك في MNS ميني نيوتريشنال سكيل إلى آخره. بنسأل على الفيجن على الهيرينج على البين أوستيوبوروسيس أوستيوارثرايتس والإنكونتيننس والروتيني بلد تيست اللي بنتبعها. فانكشنالي بنركز على الاكتيفيتي اوف ديلي ليفينج كيف بياكل كيف بيشرب كيف بيتحمم كيف بيلبس كيف البول كيف الخروج. الاي اي دي ال الانسترومنتال اللي هو بسوق كيف الطبيخ كيف التسوق الى اخره الشغلات اللي بدها استخدام اكثر. الفولينج ريسك الديكس بون سكان وفراكس نشوف اذا في اي ديزيز زي الباركنسونيزم باركنسون ديزيز اكسترا بيراميدال سانز اللي ممكن تكون سبب في الفولينج. ريموفال اوف انفايرومنتال هازارد والريهابيليتيشن ات هوم او ات سنترز.
mental and psychological الكوجنيشن تيست بنسويها لأي واحد شايفين إنه في عنده مشاكل في الكوجنيشن من المنتال أو الموكا أو الكلوك تيست كي بي تي فرونتال أسسمنت باتري من شخص الديمنشيا شو أنواع الديمنشيا ديليريوم الكام سكيل أو سايكولوجيكال تيست بنشوف إذا في ديبريشن في أنكسايتي في لونلنس الإنسومنيا كتير شائع في كبار السن الإنسومنيا إنه لا بديش أعطي له دواء بلاش يدمن عليه طب شو الحال خليه مش نايم وكون تاني يوم مسطل ورح يوقع فعشان هيك مهم جدا نفكر في طريقة to improve the sleep الالدرلي أبيوز والسويسايد ما تستهنوش في السويسايد عنا 20 من بين كل 100,000 فوق 95 بيكون في عندهم suicidal attempts. social arrangement لا شك إنه السوشيال إيشو كتير مهم في هدول المرضى. هل في عنده دخل ملائم لحتى إنه يشتري الأدوية ويشتري الغذاء وإنه عايش في وضع محترم. الكير جيفرز مين اللي بيعتني فيهم ابنه أو واحد غريب. هل هو متفرغ للعناية؟ وين المسن بياخذ العنايه هل في بيته هل في نيرسينج كير او في سكيلد نيرسينج كل وحده لها كاتيجوري معينه لوين انا احط هذا المريض طبعا البلان لو واحد دخل على المستشفى ما اكون زي ما بقولوا راس صغير واحد دخل نيمونيا عالجته للنيمونيا وكل شيء تمام وطاب اروحه على البيت بعد هوسبيتاليزيشن اسبوع او اسبوعين وهو فقد كثير من قوى المسلز تاعه صار ساركوبينيك وصار صار ديبند مور ديبندنت واجي بكل سهوله اروح على البيت بدون ما اعرف شو الوضع اللي موجود عنده في البيت اصلا طبعا الاند اوف لايف بلانينج شيء حساس شوي انه شو المخططات لنهايه الحياه موديل هذا في اوروبا بحددوه هلا في هالعمر كل واحد بيجي بكتب ايش بده يسوي له وايش بدهش يسوي له زائد انه بنساعدهم في الحصول على خدمات التامين الوطني يحصلوا على كرت العجز بالنسبه لسياراتهم او الابوتروبوس الجارديانشيب الوصايه او المفوضيه طبعاً البنفيت للكومبريهنسيف جيرياتريك أسسمنت اللي هي بيمبروف الكير and the clinical outcome greater diagnostic accuracy improve the function والمنتال status reduce all mortalities decrease the use of nursing home and acute care hospitals وبكون greater satisfaction with care شو إحنا الأمل تاعنا؟ الأمل تاعنا أول إشي إنه نحاول ندفع دائماً للكومبريهنسيف جيرياتريك أسسمنت والجيرياتريك كلينيك على أساس إنه نحاول نساعد هذول المرضى ونبني لهم برامج لقدام اللي تساعدهم نحاول إنشاء مراكز للعناية في المسنين هذول سواء كان داي كير تايم أو جيرياتريك سنترز زي النيرسينج هوم كير أو السكيلد نيرسينج هوم كير زي ما هو موجود في المطلع أو سب أكيوت أو ريهابيليتيشن سنترز سواء كان سنترز أو سواء ريهابيليتيشن أت هوم كمان طبعاً إنه نقحم ندخل الجيرياتريك نوليدج إلى الانترنال ميديسن أقسام الانترنال ميديسن في الهوسبيتالز نقحمه في الكليات عندنا يمكن إحنا أكثر دولة في العالم صار عندها كليات طب فهذا إشي كتير كويس اللي إحنا برضو إن نوعي وندخل أز سيلابوس لتعليم هدول الطلاب نبني برنامج تخصصي للجريات في مستشفياتنا ونسوي كورسات أو توعية أكتر للفاميلي فيزيشن للإنترنال ميديسن شكراً لك على الوقت يعطيك العافية دكتور أشرف والله دكتور غالب أنا بتذكر في شعلية سيدك واحد كان عمره 79 سنة دخلناه على قسم الجيرياتريك في شعلية سيدك بقول لي وين دخلني أنا قلت له إيش قسم إيش قلت له قسم الأطفال قسم الجيرياتريك قال لي لا أنا مش جيرياتريك أنا مش قلت له إيه أحطك على قسم الأطفال ادخلوا هذا الموجود على فكرة عمر المرضى في الانترنال ميديسين أكبر من اللي في الجارية في الجيرياتريك ميديسين كان في شعرية سيدي تختلف
young ages ل 60 يعني بيحكوا في young ages WHO up to 60 years صحيح. هذا التعريف تاعهم. طيب احنا بس عشان بس ثاني احنا رح نعطي مجال للاسئله بس اساس الكل يعني الكوفي بريك رح يكون ملغي. اللي بده كوفي بريك هلا يتوجه ياخذ شاي ياخذ اللي بده اياه على اساس في صلاه. بس ما بنفتح المجال يعني برضه لل بده يسال الدكتور اشرف ف يعني خذوا راحتكم. اللي بده ياخذ قهوه شاي وإشي ويرجع ما رح نعطي بريك مباشره. دكتور أشرف يعطيك العافية وشكراً على هاي المحاضرة القيمة وأنك حكيت على برانش جديد لأنه الكل بيستغرب إيش هو الجرياتريك ميدسن. هسا فيه هو في تعليق وفي سؤال. السؤال تاعي أنك حكيت عن أنه السويسايدال أتيمتس فري هاي في الإلدرلي وإحنا عارفين ليش، لأنه في لوس أوف هوب بيعتبروا أنه ممكن يكون نيجليكتد ممكن يكون عايشين without dignity. many causes ممكن تكون leading cause for suicidal attempt. سؤالي role of medication في التخفيف السويسايدال اتيمت زائد البيهيفيرال انفورسمنت، بس هل في رول الميلاتونين ممكن يكون بروميسينج ان تريتمنت او ديكريزينج السويسايدال اتيمت؟ شوف ما بدي اقول الميلاتونين انه هو انتي سويسايدال ميديكيشن. طبعا السويسايد زي ما انت حكيت بكون جزء من حياه بائسه من ديبريشن من سيفير كرونيك بينز ان كنترول كثير شغلات هي بتلعب او خلت انه هذا المريض يفكر بانه تو سويسايد او تو اتمت تو سويسايد ات ليست. عشان هيك جزء من علاج السويسايد هو يتعالج أكثر من كوز. أول إشي بدك تقعد مع المريض تشوف شو الوضع النفسي تاعه، هل فعلا في عنده سويسايدال ايديشن، هل هو فعلا ديبريست. طبعا لازم تعالجه بالميديكيشن، ممكن سواء كان يعني الميلاتونين. احنا بنعرف هو جزء من الهرمونات المفرزة في الجسم من البينيال بادي اللي بتساعد على النوم. هلا انا اذا امبروف السليبنج باترن لهذا المريض امبروف او تريتينج الديبريشن تاعه واحاول احسن من الكواليتي اوف لايف، انا هيك بخفف او على الاقل سويت الماكسيمم تو بريفنت السويسايدال اتيمتس. شكرا دكتور اشرف. انتقل للسيشن الثاني دكتور رياض. شكرا دكتور اشرف. شكراً جميعاً.